الجزء المتبقي عندنا من المجرى البولي ايه بيمثله اليوريثرا؟ اخر حته في مجرى البول، خلاص انا هطلع وهروح على الشارع بره. اليوريثرا اذا كان extending from the neck of the bladder من عنق المثانه البوليه بتاعتنا to the exterior لغايه بره في الشارع. At the external urethral sphincter. انا كان عندي internal urethral orifice او فتحه داخليه للمجرى البول، عندي واحده ثانيه من بره اسمها external urethral sphincter. المسافه بتاعت اليوريثرا او طول اليوريثرا بتاعتنا قد ايه؟ تقريبا في الميلز 20 سنتيمتر، ده من اول البلادر نك. يعني مش 20 سنتيمتر في الميل اكسترنال جينيتاليا، لا خالص، 20 سنتيمتر دول من اول العنق بتاعت المثانه البوليه. ده انا بحسب المسافه بتاعت اليوريثرا من بدايتها من جوه خالص، في حين ان الفيميلز اليوريثرا بتاعتها اقل من حيث الطول، اقصر كتير، من طولها من 3 الى 4 سنتيمتر. Short length is why females have more urinary tract infections than males, ascending bacteria from stool contamination. ودي هوريها لحضراتكم في صورة لاحقة وأقول لكم الآلية بتاعتها بتتم إزاي. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن اليوريترا عبارة عن قناة بتربط العنق بتاعة المثانة البولية بالخارج، طولها تقريبا 20 سنتي في الميلز وطولها تقريبا من 3 إلى 4 سنتي في الفيميلز، وده بيخلي الفيميلز عرضة أكتر شوية من الذكور لو حدوث مضاعفات أو التهابات في المسالك البولية أكتر من الذكور شوية. الفيميل يوريثرا بتاعتنا او الميل يوريثرا، الاثنين صراحه الاثنين بيحتوى على نفس الاستراكشر. عندنا انترنال يوريثرا سفنكتر اللي احنا اتكلمنا عليها، دي موجوده عند عنق المثانه بتاعتنا، ودي اندر انفولنتري كنترول، ده جزء ثيكن من الديتروز المصر اللي هي بتشكل الوولز بتاعت اليورينري بلادر. عندي اكسترنال يوريثرا سفنكتر، دي اندر فولنتري كنترول، ودي سكيلتال مصل، دي عضله من عضلات الهيكليه اللي اندر فولنتري كنترول. في حين ان الاورفيس بتاع اليوريثرا ده في الاخر خالص، لو انا بتكلم على فيميل، ده بيظهر في الخارج عند الفيميل جينيتاليا ما بين الكليتوريس وما بين الانتيرير اسبيكت بتاع الفاجينال اورفيس، ما بين الفتحه بتاعه الفاجينا والكليتوريس من قدام. لو احنا بنبص على الفيميل اكسترنال جينيتاليا، لو حد من حضراتكم في يوم من الايام واقف في طوارئ في مستشفى المستشفيات وطلب منه انه يحط قسطره بوليه في احد الفيميلز، يوجوالي المكان بتاع الأسطرة بيبقى فين؟ بيبقى في الجزء الصغير اللي بيمثل اليوريثرال أورفيس، يقع ما بين الكليتوريس من الأمام والفاجينال أورفيس شخصيا من الخلف. أوكي؟ الأنس والنهاية الجهاز الهضمي بتاعنا ده بيبقى أوتسايد الفيميل جينيتاليا، الفيميل جينيتاليا الجزء الأمامي، والأورفيس أو اليوريثرال أورفيس تقع كجزء منه من الداخل. الميل يوريثرا بتاعتنا برضو بتحتوي على internal urethral sphincter والexternal urethral sphincter زيها زي الفيميل، ولكن بتقسم تشريحيا لثلاث أجزاء. الميل يوريثرا بتاعتنا اللي طولها 20 سنتي، جزء منها ماشي جوه البروستات اللي أنا شفتها عند عنق المثانة اسمها prostatic urethra، جزء منها ماشي جوه البرينيوم بتاعنا المنطقة بتاعت العانة اسمها membranate urethra، وجزء أخير من اليوريثرا بيظهر في الميل external genitalia من الخارج اسمها penile urethra، ودي اللي ماشي جوه البينس. يبقى أنا عندي ثلاث أجزاء من هذه اليوريثرا في الميل، في حين أن في الفيميل هي حتة واحدة: بروستاتيك داخل البروستات جلاند، ممبرنس جوه البرينيوم، وبينايل داخل البينس من الخارج. ده منظر الميل يوريثرا. زي ما قلنا لحضراتكم بيتحسب الطول الكلي ليها من أول البلادر نك من الداخل، ده الجزء منها اللي اسمه البروستاتيك داخل جوه البروستات جلاند، ده الجزء منها اللي اسمه الممبرنس داخل البرينيوم، والجزء الأخير من اليوريثرا في الميل اسمه بينال يوريثرا، ده اللي جوه الاكسترنال جينيتاليا في الميل. يبقى دي الثلاث أجزاء بتاعت اليوريثرا في الميل. المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده عشان بس نوري حضراتكم طول اليوريثرا في الميل قد إيه والفيميل قد إيه. زي ما حضراتكم شايفين في الفيميل طول بتاع اليوريثرا قليل قوي. الفيميل يوريثرا بسبب قصرها بتخلي الفيميلز عرضة لالتهابات المسالك البولية بشدة. طب ليه؟ لأن كلما زاد الطول كلما زادت الوسائل الدفاعية في جسمنا للسيطرة على أي creeping infection. يعني creeping infection يعني عدوى زاحفة. بمعنى الاكسترنال urethral meatus أو external urethral orifice في الميلز تقع على مسافة 20 سنتي تقريبا من البلادر، فلو فرض أن أي ملوث أي بكتيريا دخلت من الاكسترنال orifice، الجهاز المناعي في الجسم بتاعنا على طول اليوريثرا مسافة طويلة للغاية بيقلل من فرص وصول هذه البكتيريا للمنطقة بتاعت البلادر وان هي تديفلوب يورينري تراكت انفكشن. فعادة في الميلز ما بنشوفش حاجة زي كده. في الفيميلز اليوريثرا بتاعتها قصيرة للغاية من 3 ل 4 سنتي.
اليوريثرا بتاعتها موجودة embedded جوه الاكسترنال جينيتاليا في منطقة إلى حد ما يعني liable for contamination. ليه liable for contamination؟ بسبب dampness، بسبب الرطوبة. الفيميلز بيجي لها infection في اليورينا تراك بسبب حاجتين، بسبب الصيف، الملابس الداخلية الغير قطنية. حضراتكم دكاترة المفروض الكلام ده كل واحد فيكم ليه أخت، ليه أم، ليه أحد الأقارب، لازم تكونوا عارفين الكلام ده وفاهمينه. الملابس الداخلية للفيميلز والميلز، بس الفيميلز in particular لازم تكون قطنية، لأن الملابس القطنية جيدة التهوية. تمام؟ في حالة وجود تهوية غير جيدة الرطوبة بتزيد في المنطقة بتاعت البرينية، بتاعت المنطقة بتاعت العينة، وما بتزيد الرطوبة بتزيد فرص حدوث infection. أي حاجة فيها رطوبة عالية يبدأ يطلع عليها بكتيريا وفنجس. فوجود رطوبة عالية في المنطقة بتاعت البرينية من الحاجات اللي بتpredispose للبكتيريا infection. حاجة تانية، الناس اللي بتستخدم، احنا في معظم المنطقة العربية عندنا بنستخدم شطاف في الحمام. اوكي، شطاف اللي بنستخدمه في الحمام عادة بينظف المنطقة بتاعت الانس وبيحصل سويلينج او بنبل المنطقة بتاعت البرينية. بيطلب من الفيميلز in particular ان المنطقة بتاعت البرينية تبقى dry، بمعنى ان بعد عملية التشطيف يفضل ان احنا ننشف المنطقة بتاعت العينة. ننشفها ازاي؟ ننشفها بتيشوز، بمحارم، بمناديل، ما نستخدمش حاجة قطنية، نستخدم حاجة disposable، حاجة نستخدمها ونرميها. اتجاه التنشيف من الحاجات المهمة للغاية، بمعنى احنا كبني ادمين رأسنا تتجه للأمام وأذرعنا تتجه للأمام. ففي خطأ شائع جدا في عملية التنظيف ان الفيميلز ممكن تستخدم المنشفة اللي بتستخدمها للداخل، يعني تبدأ من جوه وتاخدها لبره بالمنظر اللي حضراتكم شايفين. فحركة المنشفة من الداخل للخارج ممكن تنقل بكتيريا الكونتامينيشن. باي ذا واي، البكتيريا دي موجودة في الذكور وفي الإناث أراوند الفتحة بتاعة الأنس عندنا. ممكن تاخد بكتيريا من الأراوند الأنال أوبنينج تاخدها في اتجاه الفاجينا من قدام، ومنها تبدأ البكتيريا دي تطلع أسندينج بكتيريا الإنفكشن لغاية لما توصل اليورينال بلادر وتسبب مشكلة. فبينصح في الفيميلز لو احنا بننشف المنطقة بتاعت البرينيوم يبقى اتجاه التنشيف من الامام للخلف وليس العكس من الخلف للامام. دي كلها حاجات personal hygiene advices المفروض حضراتكم تكونوا ملمين بيها، والناس اللي محاطين بيكم ملمين بيها، especially اللي بيعانوا من التهابات متكررة في المسالك البولية. عرفنا الفيميلز مور لايبل ليه؟ بسبب قصر طول المثانة بتاعتها، بسبب لو في رطوبة في المنطقة بتاعت البرينيوم، لو ما بنستخدمش ملابس داخلية جيدة التهوية، لو بنستخدم طريقة تنشيف غير الطريقة المعتمدة اللي احنا بنقول عليها من الأمام للخلف وليس من الخلف للأمام. باي ذا واي برضو الصورة دي فيها حاجتين كمان، فيها الارينجمنت اوف بلفيك فيسرا. يعني ايه ارينجمنت اوف بلفيك فيسرا؟ اليورينري سيستم في الميل ان فرونت اوف دي جات تيوب، الأنبوبة الهضمية بتاعتنا، الركتم والأنال كنال. في حين ان في الفيميلز انا عندي الفيميل جينيتال سيستم، انا شايف الاوفري واليوترس والفاجينا موجودين في المنتصف ما بين اليورينري بلادر في الامام والركتم في الخلف. دول برضو ليهم حاجتين كده كلينيكال. في الذكور، ان الذكور بعد سن 45 سنه بيحصل لهم حاجه اسمها بناين بروستاتيك هايبربلازيا، ان تبدا البروستات بتاعتهم تبدا حجمها يزيد سنه صغيره، وحجمها اللي بيزيد ده يضغط على مجرى البول اللي جواها. الاشخاص الكبار في السن بيعانوا من صعوبات في عمليه تبول الذكور. يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا مزنوق بس مش عارف اعمل حمام، يعني واقف قدام التويلت وبحاول بس ما فيش حاجه بتيجي. ليه؟ لان البروستات جلاند بتاعته ضغط على اليوريثرا ومسببه ضيق في الفلو بتاع اليورين من فوق لتحت. الناس اللي عندهم بروستاتيك هايبربلازيا من ضمن الفحوصات اللي بتتم لهم حاجه اسمها بيركتال اكزامينيشن. الطبيب بتاع المسالك البوليه في بعض الاحيان ممكن يلجا انه يعمل اكزامينيشن بالاصابع بتاعته ويحس السطح الخلفي بتاع البروستات اذا كانت متضخمه ولا لا، واذا كان التضخم اللي فيها ده تضخم حميد ولا ممكن يكون في حاجه خبيثه في الموضوع. فعملية الفحص دي بسبب قرب السطح الخلفي للمثانة البولية ومعاها البروستات من الجات تيوب، الطبيب في بعض الأحيان يعمل بيركتال إكزامينيشن ويستخدم الأصابع بتاعته يدخلها من فتحة الشرج ويبدأ يحس البروستات جلاند بتاعت المريض. ده مش كده وبس، ده نفس الأبروتش ده ممكن نستخدمه إن احنا ناخد خزعة من البروستات جلاند بايوبسي. مريض انا شايف البروستات بتاعته كبيره شويه وانا متشكك فيها، مش عارف اذا كان ده بناين ولا مالجننت، ممكن اجيب ابره وادخل بيها سونار جايدد او الترا ساوند جايدد، بخش بيها جايدد بالسونار وادخل اخد حته من
prostate gland بتاعته برضو عن طريق الانال كانال. الابليكيشن المختلف شوية في الفيميلز during pregnancy، زي ما حضراتكم شايفين اليوترس بتاع الفيميل راكب على اليورينري بلادر من السطح العلوي بتاعه. عشان كده كلما الفيميلز في الحمل وكلما تقدمت في الحمل وكلما كان حجم البيبي بيكبر في اليوترس اللي راكب فوق اليورينري بلادر، قدرة الفيميلز بتقل مع تقدمها في الحمل على حبس البول. يعني ايه؟ يعني الستات بتحتاج تخش حمام مية كتير شوية كلما تقدمت في الحمل، بسبب ان المثانة البولية بتاعتها الحيز المسموح فيه باختزان البول بيقل بنسبة كبيرة قوي بسبب البيبي اللي ضغط عليها بصفة مستمرة. فنلاقي ستات الحمام دخولهم الحمام بيزيد قوي كلما تقدمت في الحمل، واحنا عرفنا الكلام ده بسبب ان اليوترس راكب على اليورينري بلادر بتاعها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. الارينجمنت اوف بلفيك فيسرا ده كلام نظري عن الكلمتين اللي احنا قلناهم. احنا قلنا ان البلفيس بيحتوي على 3 ستراكشرز في الفيميلز و2 ستراكشرز في الميل. موست انتيرير ستراكشر هو اليورينري بلادر، موست بوستيرير ستراكشر ان اني بلفيس الريكتم اللي هو نهايه الانبوبه الهضميه، في حين ان في الفيميلز انا عندي الفيميل جينيتال سيستم الفاجينا موجوده في المنتصف واللي طالع منها اليوترس من الاعلى. ده كده الميل جينيتال او الميل بلفيس زي ما قلنا لحضراتكم، ريكتم من الخلف يورينري بلادر وبروستات من الامام. ده كده الفيميل جينيتال سيستم يورينري بلادر، ادي الفيميل سوري ادي الفيميل بلفيس يورينري بلادر فيميل جينيتال سيستم فاجينا ويوترس، وادي الريكتم من الخلف. الكنترول بتاع عمليه الميكتوريشن بيتم عن طريق ميكتوريشن سنتر موجود في البونس. باراسمباثيك بيحفز عمليه الفويدنج او الميكتوريشن، سمباثيك بيعمل انهيبيشن لعمليه الميكتوريشن. الوظائف بتاعت اليورينري سيستم بتاعنا ايه؟ كلها وظائف بسيطه للغايه، منها الاكسكريتوري فانكشن اللي كانت محاضرتنا النهارده كلها عليها. عندنا ريجولاتوري فانكشنز، وظائف تنظيميه للبلاد بريشر، جوكستامدالري نيفرنز، اسيد بيز بالانس، ووتر بالانس، الكترولايت بالانس في عمليه الفلتريشن وري ابزوربشن. الكدني ليها اندوكراين فانكشن، بتفرز ماده اسمها اريثروبويتين، والاريثروبويتين ده بيحفز نخاع العظم بتاعنا على انه يطلع خلايا دم حمراء، بيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي اللي بيدخل الجسمنا. احنا الفيتامين دي بيتكون تحت الجلد عندنا متعرض لاشعه الشمس، ولكن بيحتاج لاكتيفيشن داخل الكليتين. عشان كده الناس اللي عندهم ربنا يعافي الجميع خلل في وظائف الكلى او فشل كلوي بياخدوا فيتامين دي منشط اسمه اكتيفيتد فيتامين دي، حاجه اسمها 1 الفا، لان عمليه الاكتيفيشن للفيتامين دي بتتم داخل الكليتين. الجزء اللي فاضل بقى ده يعني فرفشه، ده للجنرال نوليدج، ده ملوش علاقه بالمحاضره بتاعه النهارده. اللي من حضراتكم زهق وعايز يعني يطلع بره المحاضره خلاص، يعني انت كده براء. الجزء اللي فاضل ده اللي انا كلمتكم عليه في بدايه المحاضره، الحاجه الجنرال نوليدج اللي انت كطبيب لازم تكون ملم بيها في البيئه المحيطه بيك. اوكي، هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على انواع الاشعاعات اللي ممكن تتكعبل فيها في حد عنده مشاكل بتاعه يورينري سيستم. حد مبدئين عنده اي اسئله في اللي فات ده قبل ما نكمل؟ دكتور انا لما تحط الاسطره وتشيلها من المريض، هل المريض بصير يحس يعني انه مش قادر يبول مثلا من اول ما بده يبول؟ لا 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 خالص، بس برضه هقول لك على حاجه دكتور. الموضوع مالتي فاكتوريال، بيعتمد على المريض كانت شكوته ايه اصلا، بيعتمد على الاسطره نوعها ايه، في اساطر لاتكس واساطر سيليكون، واعتمد على الاسطره قعدت فيه قد ايه، يعني الأسطرة اللي تقعد ساعة غير الأسطرة اللي تقعد 3 أيام. فالموضوع مالتي فاكتوري. ممكن مريض يحس بصعوبة شوية في عملية التبول بعد ما الأسطرة تتشال، لكن مش ده المعتاد. المعتاد ان احنا بنشيل الأسطرة المريض بيعمل بيتبول عادي خالص ولا كان في اي مشكلة. تمام دكتور. طيب دلوقتي علشان نبص على أشعة بتاعة مريض بيعاني من مشاكل في الجهاز البولي، احنا في اليوجوال والمعتاد واللي الناس كلها بتجيبه في ايديها بلين اكس راي، صورة أشعة عادية خالص زي اللي حضراتكم شايفينها قصاد، اسمها KUB. يعني ايه KUB؟ كيدني يورينري بلادر او بلين اكس راي على الرينال سيستم. KUB ده بيبين لنا ايه؟ بيبين لنا النورمال اناتومي بتاع اللور ابدومن والمنطقة بتاعة البلبس بتاعتنا. دكاترة في الجزء ده أنا مش هتكلم، أنا هسألكم أنتوا دكاترة، مين ده؟ إيلياك فاشل. لا نقول اسم العظمة. أنا يعني أنت طبعا ممتاز أنك جبت لي دي أني حتة في العظمة، بس أنا أكتفي باسم العظمة بس. مين ده؟ أي حتة في الهيب بون؟ إيليوم زي ما أنتوا قلتوا، كلام جميل.
مين الحته دي؟ بيوبس. بيوبك في السيمفيزس. سيمفيزس بيوبس. كلام جميل. دكاتره شايفين الشادو المثلث ده؟ مين ده؟ بلادر. ده ايه؟ يورينري بلادر. لا ساكرا. ساكرا. بصوا يا دكاتره من مبادئ الاكس راي ده ايه؟ يعني بدك مكان البوينتر از بون. انا بالظبط انا بقول لك مين ده. انت شايف حاجه، ايه الحاجه اللي انت شايفها؟ ساكرا. ممتاز. الاكس رايز يا دكاتره بتبين لنا ثلاث حاجات. بتبين لك يا اما سوليد اورجن، سوليد اورجن زي العظام بتاعتنا، زي العظام بشكل رئيسي، ودي بتبان بلون ابيض في الاكس راي. وعندنا الهواء بيبان لونه اسود في الاكس راي، وعندنا الانسجه الرخوه اللي في النص بتبان لونها جراي. كلما كانت دوز الاشعه، جرعه الاشعه عاليه، كلما اظهرت الاجزاء العظميه ولم تظهر الانسجه الرخوه. كلما كانت دوز الاشعه قليله، كلما ظهرت الانسجه الرخوه. الصوره اللي قصاد حضراتكم، الاشعه اللي قصاد حضراتكم دي بتظهر العظام بس، انا مش شايف انسجه رخوه عندي. اوكي، فمعنى كده ان اللي انا شايفه ده كله بونز، زي ما حضراتكم قلتوا ده الإليم فعلا، سامسوس بيوبس المثلث ده فعلا بتاع السيكرم. طب الخط اللي ما بين الإليم والسيكرم ده مين؟ ده الجوين بتوين اللي كان اسمه ايه؟ الإليوساكرو إليك. تمام، انت جبتها بس العكس، مظبوط، ساكرو إليك جوين. طيب ده كتر مين دي؟ الفايفر. طيب يبقى دي كده الفور اللي تلاتة اللي اتنين اللي واحد، وده الضلع رقم كام؟ 12. وده الضلع رقم كام؟ 11. كده انت عرفت الاناتومي بتاع الاريا. نبدأ نحط عليها شوية تفاصيل. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي صورة اسمها soft x-ray. soft x-ray بيميزها ايه؟ ان ظهر فيها مجموعة structures مختلفة من soft tissues بتاعتنا. شايفين المثلث اللي ظهر ده؟ مين ده؟ اليوساوس مثلا. اليوساوس بالظبط. هل كانت ظاهرة في الصورة اللي قبلها؟ لا لا، لان انا كنت مدي جرعة x-ray قوية فكانت بتظهر العظام بس. انا شايف gray shadow all through، وشايف منه كمان الصوص شادو اللي حضراتكم شايفين. زي ما انتوا قلتوا المره اللي فاتت، ادي فعلا السيكرم، ده البلبيك بريم، ده الاليوم اللي 5 4 3 2 1، ادي تي 12، وادي الضلع 12، وادي الضلع 11 اللي فوق. كلام جميل، انا كده عرفت الاناتومي بتاعت الايه. دكاتره ايه اختلف في الاشعه دي؟ قلت الدوس. وايه تاني؟ الاورجان صارت اوضح. هاي بوستيريور دكتور، سوينا فوكس على اللامبر ريجن. ماشي، وايه تاني؟ بصوا، دور على حاجه ابنورمال مش حاجه نورمال. انت خلاص انت عرفت الاناتومي، احنا عرفناه من السلايد اللي فاتت. ايه الابنورمال هنا؟ في اشياء اسود على اليمين، في غازز. يا راجل يا راجل، وايه ده؟ كدني ستون. شايفين ايه ده؟ النقطه البيضاء. الله ينور عليك. هل دي كانت ظاهره في الاثنين اللي قبلها؟ لا لا. هل ده النورمال اناتومي اللي احنا شفناه في الاثنين اللي قبلها؟ لا. يبقى ده حاجه اب نورمال، صح؟ صح. طيب المكان ده اللي تقريبا عند الضلع رقم 12 وبيكستند من اول تي 12 لغايه ال 3، الحته دي كده ما بتشاورش على حاجه احنا لسه قايلينها؟ كدني. كدني راجل فعلا. معنى كده يبقى مين يبقى مين الباشمهندس ده؟ يبقى ايه دي؟ ستون. Probably might be a stone. Probably might be a stone. طب اصعبها عليك شويه؟ اوكي. باي ذا واي احنا خلاص خلصنا، احنا بنفنفن مع بعض دلوقتي. احنا يعني بس دكتور في بلاك اريا هون، احنا حكينا غازز. ويعني انت الجازز ايه المشكله؟ ما انت عندك كولون وسمول انتستين مليانين جازز، طبيعي انك تلاقي جازز جوه. اوكي، مش دي اللي هتقف عندها يعني. طيب اصعبها عليكم شويه بس برضه في الثانية يعني. طب لو انا قلت لك ان دي مش كيدني ستون، ممكن تبقى ايه؟ عظمه. ذمتك. انا راضي ذمتك، انا موافق. عظمه ايه دي؟ سميها لي يعني.
راح تكون بون فراكشر مثلا. دكتور انا ما بها... يعني انا بهرج معك، انا ما بتريقش لا سمح الله، انا بس بهرج يعني. انا الموضوع مش عايزه يبقى فورمال، احنا خلاص خلصنا يعني. ما عارف دكتور. ها ايدي ممكن ابسس؟ ايه ابسس؟ لا يا دكتوره ما ينفعش. خلي بالكوا تاني، احنا ما زلنا ضمن نفس القاعده. القاعده بتقول ان البلين اكس راي اللي يبان فيها ابيض ده سوليد ستراكشر، فدي طوبه، دي حصب، بس دي مش في الكليه. تبقى فين؟ يوريترا. ازعل يوريترا. فين يوريترا؟ يوريترا شو اسمه الحاله يا دكتور؟ think outside the box، فكر خارج الصندوق. انت دكتور وبتتعامل مع بني ادم راكب جواه يورينري سيستم جنب انظمه تانية. انت ما بتفرجش على بني ادم مفرغ وجواه يورينري سيستم. بايل داكت ابستراكشن دكتور، جول بلادر ستون. بالظبط كده، انت بتبص على بني ادم كامل، انت ما بتبصش على حته منه. تمام، فالستون اللي انتوا شايفينها دي مايت بي ا بلادر ستون، جول بلادر ستون، ومايت بي ا كيدني ستون. طب انا هسالك سؤال تاني، انت متوفر قصادك طريقتين اشعه عشان تتاكد بيها من المريض ده، تعمل له ايه وتعمل له ايه؟ بعمل له بالبيت على التراينجل. لا طلع بينلس يا عم، انا بقول لك اشعه. باي ذا واي، انت طالما لجأت في المريض بتاعك لفحص يبقى معنى كده ان ايدك مش جايبه. تمام، يعني ايدك فحصت المريض لقيت عنده بين، بس انت مش عارف بين ده من ايه. قد يكون التهابات مسالك، قد يكون عنده شوية أملاح زيادة، قد يكون عنده حصوة. فطالما أنت لجأت الفحص يبقى لازم البروسيجر اللي بعد كده يكون فحص، ما ترجعش تمد إيدك على عين تاني. فأنت عندك فحصين إشعاعيين مسموحين ليك، تعرف تقول لي بيها الحصوة دي فين بالظبط، تعمل إيه؟ نعمل ألترا ساوند. ممتاز، ألترا ساوند تبين كويس جدا الجول بلادر، وتبين كويس جدا الكيدني. بس لما تيجي تطلب لمريضك ألترا ساوند على الجول بلادر لازم يكون صايم قبلها 8 ساعات، لان لو خد بق ميه الجول بلادر بتاعته هتنقبض ومش هتبين الحصوه. دي حاجه. طب لو انا عامل له اكس راي، لو انا عامل له اكس راي زي دي بس عايز اميز بيها ما بين حصوه في المثانه في السوري في الكليه وحصوه في المراره، اعملها له ازاي؟ بوستيريور صبغه لاترال سايد، اشوفها بوستيريور او بالظبط كده، واحده منهم هتبقى قدام واحده ورا. 10 على 10 ممتاز. انا حابب التفكير اللي خارج الصندوق. ممتاز يا دكاتره. هاي طيب دكاترة، ده برضو نفس الكي يو بي اللي احنا بنقول عليه، وبنبين لحضراتكم الشادوز بتاعت الكيدنيز المفروض مكانها يكون فين بالظبط. دول مكان الكليتين بتوعنا. لو احنا هندور على حاجة فيها حاجة غلط بندور في الحتتين دول. باي ذا واي الخطين دول مش مرسومين في الأشعة، انت عينك بتعمل بلوتينج للكلام ده على الفيلم بتاع الاكس راي عشان تشوف اذا كان في مشكلة ولا لا. وده منظر التبس بتاعت الترانسفيرس بروسيسز بتاعت اللامبر فيرتبري L5 وL4 وL3 و2-1 اللي المفروض ان اليوريتر بتاعتنا بتنزل ماشية على التبس بتاعته. يعني انت لو هتبص على مسار بتاع يوريتر او مسار بتاع الحالب بتاعك يطلع من الكلى وينزل ماشي على التبس بتاعت الترانسفيرس بروسيسز ومنه على الساكرو إلياك جوينت لغاية لما يخش في اليورينري بلادر من تحت. يبقى عينك هتبص على حاجتين، هتبص على المكان بتاع الكليه تشوف اذا كان فيه شادو ستون ولا لا، وهتبص على التبس بتاعت الترانسفيرس بروسيسز تشوف فيها شادو ستون ولا لا، وهتبص على المنطقه بتاعت الساكرو ايلياك جوينت والمنطقه بتاعت البلفس من تحت. اوكي، اللي هي ثلاث نقط. اللي هي ثلاث نقط فين يا دكتوره؟ احنا قلنا الكيدني التبس بتاعت الترانسفيرس بروسيسز والساكرو ايلياك جوينت والبلفس. ايوه، اللي هي اماكن الكونستريكشنز. بالظبط، لو انت بتتكلمي عليها اماكن الكونستريكشنز كلامك مظبوط. بس كمان يا دكتوره انا مش بركز على اماكن الكونستريكشنز بس، بمعنى افرضي انت كان عندك مريض عنده حصوه في البلفي ريتيريك جانكشن وبدات تتحرك بس لسه ما نزلتش لتحت، فوارد انك تلاقيها في النص. يعني انا مش ببص على الحته دي بس ولا الحته دي بس ولا الحته دي بس، انا لازم عيني تجيبهم كلهم معايا. تمام. طيب كلام جميل دكاتر، ايه اللي غلط في الاشعه دي؟ ابيض على اليمين ليفت. ايه ده؟ يوريتر ستون. طب دي ينفع نقول عليها حاجه تانية؟ عادي قولوا غلطوا، انا مش دكتور هي بالبلفيك بريم
انت يا راجل يا راجل اتقل ليه يعني البلفس اللي تحت ده كده دي بقت في البلفيك بريم ده قصد ده قصاد ال4 يا مفتري دي ال4 دكتور على اليمين على الاوريجين الاوريجين ماله لا لا بص بص يا دكتور انا دلوقتي ما بطلبش منك يعني مكان محدد على قد ما بقول لك ايه اللي انت شايفه غلط فانتوا كلكم شفتوا حاجه موجوده هنا احنا انا وانتوا شايفينها واحنا الاثنين متعرفين عليها مظبوط ولا لا طب الحاجه دي ماشيه مع حاجه كنا لسه قايلينها دلوقتي حالا مش كنا بنبص على التيب بتاع الترانسفيرس بروسيسز ولا لا صحيح صح يبقى دي كده موجوده في المسار بتاع مين اليوريتر طب هل هي موجوده فوق عند البلفيوريتريك جانكشن ولا تحت عند الساكرويليك جوينت لا ده موجوده في المسار بالظبط ده اللي انا لسه قايله في السلايد اللي قبلها انا قلت لك ايه عينك ما تروحش على الثلاث نقط بتوع الكونستريكشن بس ده انت عينك تجيب المسار كله عشان تعرف اذا كان في مشكله ولا لا تمام يعني هون في توتال اوبستراكشن لليوريتر ما بينزل بول اساسا ما نقدرش نعرف ده بقى هنعمل له البروسيجر الثاني اللي بعد كده تمام طب يعني هسه هي وين موقعها هاي هي في اليوريتر طيب دكاترة الأشعة دي فيها إيه؟ أسطرة؟ لا دي مش أسطرة دي دعامة فاكرة أنا مش فاكر مين اللي كان بيسألني على السؤال بتاع الزرع الحالي أنا يا دكتور أيوة دكتورة مش إحنا كنا قلنا إن في بعض الحالات اللي بيحصل لها repeated infection اللي بيحصل لها repeated stones أو عندها tumor ممكن يضغط على الحالب ويقفل اليومن بتاعه أيوة الناس اللي زي دي بيركبوا جوه الحالب بتاعهم دعامة الدعامة اللي انت شايفاها دي عشان تخلي الحالب بتاعه مفتوح ومش مقفول جزء من الدعامة بيبقى لافف جوه الرينال بلفس من فوق عشان يعلقها تمام ما هي البريستالسس بتاع اليوريتر ممكن يسحب الدعامة ويزقها لتحت ففيها جانب ملوي من فوق ده موجود جوه الرينال بلفس ده يخليها متعلقة من فوق وفيها جانب تاني ملوي جوه اليورينري بلادر من تحت بحيث ان هي تبقى متثبته في النص ما بين الاثنين والظريف بقى في الدعامة اللي انت شايفاها دي ان هي ماشيه على نفس المسار اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه نازله على التيبس بتاعه الترانسفيرس بروسيسز ومنه شويه على الساكرويليك جوينت لغايه لما وصلت المثانه من تحت تمام وحتى شايف جزء من السو الشادو موجود على اليمين والشمال من ناحيتين طيب دكاتره شايفين دي شايفين الرسمه بتاعه الكليسيز ماينور كليسيز وميجور كليسيز ورينال بلبس ده حد عنده محجر زلط ما عندوش ستون ده محجر زلط من جوه تمام دي حاجه اسمها ستاج هورن ستون دي حصوه كبيره جدا واخده كل الكافيتي بتاعت الكيدني من الداخل باي ذا واي برده في حاجه تانية دكاتره احنا عندنا نوعين من الحصاوي حاجه اسمها راديو اوبيك راديو اوبيك يعني معتمه اشعاعيا دي اللي تبان لونها ابيض في الاشعه وعندنا حاجه اسمها راديو لوسنت راديو لوسنت يعني غير معتمه اشعاعيا دي تبان زيها زي السوفت تشو وتبان زيها زي الهواء الاشعه تعدي منها وما تسيبش رسمه فمش معنى ان المريض بتاعك جيت عملت له بلين اكس راي وما لقيتش حاجه انه ما عندوش حصاوي تمام لو انت متشكك في حصوه لازم تعمل بروسيجر تاني علشان تتاكد ان مفيش فعليا حصوه عند المريض ده البروسيجر التاني ده ايه اسمه انترافينوس بايلوجرافي اي في بي انترافينوس بايلوجرافي ده عباره عن ايه عباره عن صبغه بتحقن وريديا الصبغه دي بتعامل اشعاعيا معامله الراديو اوبيك ستراكشر بمعنى ان هي معتمه اشعاعيا الصبغه دي الكليه بتاعتنا تاخدها تجمعها من الدم وتركزها في البول وتبدا تنزل في البول بتاعنا في اتجاه المثانه ففي الاخر ترسم لي المسار الكلوي بتاعي اسمها انترافينوس بايلوجرافي او اي في بي شايفين المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده طيب دكتور بعد ما يعطي الصبغة متى بياخذ الصورة؟ بياخذوا الصورة على intervals في حاجة اسمها early uptake بتتاخد بعدها بعشر دقايق وبعد كده ربع ساعة وبعد كده تلت ساعة وبعد كده post voiding يعني ايه early uptake ده يصور لك الكليتين بس يبقوا منورين بعدها بشوية تلاقي upper part بتاع اليوريتر بدأ يترسم بعد كده lower part بتاع اليوريتر وبداية اليورينال بلادر تترسم وبعد ما بننتظر المريض بتاعنا ده لغايه لما المثانه بتاعته تمتلئ تماما نقول له بعد اذنك اقعد اشرب ماء لغايه لما تتزنق في حمام الميه خلاص المثانه بتاعته اتملت على الاخر بيتصور صوره كمان وبعد كده حاجه اسمها بوست فويدنج يعني يخش يعمل حمام ويرجع يتصور مره كمان كل واحده فيهم ليها حاجه الايرلي فيز
بتبين لك إذا كانت الكليتين شغالين زي بعض ولا لا. بمعنى المفروض إن اللي يتاخد من الكلية دي ويتاخد من الكلية دي في نفس التوقيت زي بعض، يعني يوم ما تظهر الكلية دي وتظهر دي الاثنين يظهروا مع بعض في نفس الصورة. تيجي تعمل لمريض عنده كسل في وظائف الكلى، تصور early stage تلاقي كلية ظهرت والكلية التانية ما ظهرتش. تيجي تصور الصورة اللي بعدها المفروض تكون رسمة الأبر باث بتاع اليوريتر، تلاقي كلية رسمة كلية وأبر يوريتر وكلية تانية رسمة بلفس بس من فوق. تمام؟ يبقى في معنى كده إن في كلية مأخرة عن كلية تانية. بتستنى لغاية لما المثانة بتاعته تمتلئ بالصبغة. ليه؟ لأن في بعض الأحيان صورة كده هوريها لحضراتكم في النص ممكن تلاقي حاجة اسمها mass occupying lesion. المفروض إن المثانة لما بتمتلئ تبقى عبارة عن كرة بيضة كبيرة قوي. تلاقي المريض ده عنده حتة سوادة في النص، قد يكون تيومر واخد جزء من المثانة البولية بتاعته. الحاجة الأخيرة بتطلب من المريض بتاعك يدخل يعمل حمام مية عشان يفضي المثانة، لأن في بعض الناس بتعاني من residual urine بعد المكتوريشن، يكون عنده احتباس قدر من الاحتباس يخلي فيه شوية بول فضل في المثانة بعد ما يفضيها. المفروض لما تفضي المثانة المثانة بتفضل تماما. ناس عندهم مشاكل، عنده مثلا benign prostatic hyperplasia من ضمن مشاكلها بيعمل retention، يدخل يعمل حمام وتفضل المثانة بتاعته فيها مية، يقول لك يا دكتور انا ما بستريحش، ادخل اعمل حمام ميه واحس ان انا مزنوق بعدها على طول. فالصوره دي زي ما انتم شايفين رسمه الجهاز البولي بمنتهى اللطف، رسمه الماينر كيليسيز، الميجر كيليسيز، البلفس، اليوريتر اللي نازل على الترانسفيرس بروسيسز، ساكرو ايلياك جوينت لغايه لما دخل في اليورينري بلادر من تحت. ممتازه جدا. وده البروسيجر الثاني اللي لو انا عملت اكس راي بلين اكس راي وما لقيتش حصوه ممكن اعمل الاي في بي عشان اديتكت راديو لوسنت ستون. لو انا عندي حصوه في الحته دي مثلا راديو لوسنت ما تبانيش في البلين اكس راي، هلاقي ان عندي الصبغه فضلت ماشيه 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 ووقفت في الحته دي وما كملتش لتحت. وصلت؟ اتفضل. طيب في دكتوره، كان دكتوره رنيم تقريبا كانت عايزه تسال حاجه، اتفضلي. دكتور بدي اسال، هلا حكيت انت انه اذا كان عندنا الصوره لازم تكون يعني رايت واللفت كده يكونوا مبينين، غيرك يكون في عندنا كسل صح؟ في بعض الاحيان في الاي في بي لو في كسل في وظائف احد الكليتين واحده تظهر قبل الثانيه. طب دكتور احنا مش حكينا في بدايه المحاضره انه الكدني ما بتشتغل، الاثنين بيشتغلوش مع بعض، يعني في نوع من التبادل. صحيح صحيح، بس لازم تميزي حاجه، النسيج الكلوي نسيج مندمج، يعني اما بيشتغل ولا ما بيشتغلش ده عباره اكنك مثلا انت وزمايلك قاعدين في مدرج، طالب جنب طالب، كل مجموعه طلبه جنب بعض، واحد ماسك كتابه وبيذاكر فيه والتاني اللي جنبه نايم، انتوا كلكم قاعدين جنب بعض، لكن هي ما بتشتغلش سكشنز، يعني مش هتشتغل الربع ده وبعدين الربع اللي بعده وبعدين الربع اللي بعده، لا خالص. دكاتره انتوا عارفين الانافيلاكتيك شوك؟ دكتور ايه اللي بيحصل في الانافيلاكتيك شوك؟ دكتور انا الرسب فازو دايليشن. فايه اللي يحصل دكتور النافتك شوك؟ انه بيصير يعني صدمه للجسم من كل وظائفه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني انا مش مهم الاسباب، ايه اللي بيحصل عشان يعمل شوك؟ يكون عنده هايبر سنسيتيفيتي بسرعه سيفير برونكوسبازم. لا هو مش البرونكوسبازم اللي بيموت، اللي بيموت الفازودايليتيشن هايبوتنشن، انه هيستامين وهاي الاشياء. الله ينور عليك، الهيستامين والفازودايليتينج سبستنس اللي افرزت في المسار الدموي بتعمل ايه؟ دكاتره احنا جسمنا فيه 6 لتر دم صح؟ صحيح. وفي كابيلاريز واوعيه دمويه بيقول لك ممكن تعمل 6000 كيلو. هل انت ممكن تعمل تجيب 6 لتر سائل وتفردهم في 6000 كيلو؟ لا. ليه؟ لان احنا الكابيلاري باد بتاعنا مش كله شغال في نفس التوقيت. نفس الفكرة بتاعت ان الكلية بتاعتنا مش كلها شغالة في نفس التوقيت. احنا عندنا حاجة اسمها بري كابيلاري سفينكترز. بري كابيلاري سفينكترز دي بتتحكم ان الدم يمشي في جزء من الانسجة وما يمشيش في الجزء اللي جنبه، وبعدها تفتح عشان تسمح للجزء اللي ما جالوش دم انه يجيله والجزء اللي جنبه يسكر. اللي بيحصل في الانافيلاكتيك شوك ان الفازودايليتنج سبستنس اللي بتفرز في الدم بتفتح كل السفينكترز دي، البري كابيلاري سفينكترز، فالدم بتاع البني ادم ده يسيح يتوه في وسط الكابيلاريز بتاعته كامله ويتشفط فيها، ومره واحده يحصل له دروب في البلاد بريشر بتاعه ووظائف الجسم كلها تختل ويموت. ايوه
لو انتظرتوا معايا هوريكم صوره للبري كابيلاري سفنكتر سفنكترز كده دايجرام ممكن يقرب لكم الصوره شويه. القصد في الاخر ايه؟ ان انا ما بقسمش الانسجه بتاعتي حتت يا دكتوره فحته تشتغل قبل حته، ده كلهم جنب بعض وشغالين، واللي شغال جنب اللي مريح. فانا مش هشوف ربع الكليه شغال ونصها مش شغال، ولا هشوف كليه شغاله والتانيه مش شغاله، ده انا شغال بربع النسيج في الكليه او ربع النسيج الكلوي هنا وربع النسيج الكلوي هنا، لكن في الكليتين في نفس التوقيت. يعني زي ما أني بقسم الشغل. زي إيه يا دكتورة؟ أني بقسم الشغل. الله ينور عليكي، بس كلهم قاعدين جنب بعض وكلهم بيشتغلوا في نفس التوقيت، يعني أنا ما خليتش الناس تروح بيتها وباقيين شغالين في حتة، كلهم قاعدين في نفس المكان. طيب الصورة اللي بعدها برضو صورة لطيفة مبينة الاثنين كيدنيز، أنا حتى شايف شادو للكيدني، يعني شايفين حتى الكلية اليمين والكلية الشمال بسبب الـ early uptake بتاع الصبغة بتاعتنا، أنا شايف outlines للكيدني، أنا شايف أشوف بدأ أشوف الكلية نفسها، شايف الماينور كيليسيز والميجور كيليسيز والرينال بالبس واليوريتر اللي حضراتكم شايفينه لغاية اليورينري بلادر، وهي بدأ تمتلئ بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب الصورة دي فرق فيها إيه؟ شايفين دي؟ فيش مسار هناك، في مسارين هون. الله ينور عليك، يبقى أنا عندي حصوة في المكان ده منعت المسار البولي الطبيعي إنه يتحرك من الكدني للأعلى في اتجاه البلادر للأسفل، تمام؟ ده مش كده وبس، ده مسبب لي تضخم في الكلية اليمين، دي حاجة اسمها هيدرونيفروزيس، هتاخدوها في الباثولوجي. هيدرو يعني مية، نيفروزيس يعني تضخم، يعني تضخم مائي في الكلية اليمنى، في الكلية اللي حضرتك شايفها، ان الكليسيز اللي عندي دي بسبب الباك بريشر الضغط. انتم مش بتفرجوا على افلام تومان جيري؟ تومان جيري من ضمن اللي بيحصل في مقالبهم ان يجي خرطوم ميه كده واحد يقوم قافله، فيبدا خرطوم الميه ده يتمدد لغايه لما ينفجر. ده اللي بيحصل بالظبط، انا عندي حصوه سده الحالب ويبدا البول يتجمع خلفها، ما انا الكليه بتاعتي عماله تفرز بول تفرز بول تفرز بول بس مش رايح في حته، فيبدا الانسجه الكلويه والكيليسيز بتاعتي تتمدد لغايه لما الكليه نفسها تعطل. الاكيوت اوبستراكشن لليوريتر ممكن تسبب رينال فيلير، لو انا ما فتحتش السكه على الكليه دي عشان البول اللي فيها ده يعدي، الكليه دي هيحصل لها فشل في وقت قياسي، هتبوظ في وقت قليل للغايه. طب دكتور، ها ليش في الصوره الماضيه طلعت الكليه اليمين لونها ابيض؟ اي كليه يمين في الصورة اللي احنا فيها؟ لا الشمال، الشمال دي؟ لا الصورة اللي على اليمين الكلية الشمال. ايوه دي صورة طبيعية جنب صورة مش طبيعية دكتور، ده مش نفس المريض. اللي فيها الكيدني ستون، ليش الكلية فيها بيضة كلها بيضة؟ لا مش هاي الصورة اللي على اليمين دي كده؟ ايوه دكتور صد فقر تو دي حاجة اسمها هيدرونيفروزيس. يعني ايه هيدرونيفروزيس؟ انتوا فاضيين؟ طب ليش المية طلعت ابيض لونها؟ لان فيها الصبغه، مش المية دي اللي مجمعه أيوة. الصبغه والكليه واخدها من جسمك عشان تفرزها كبول، الكليه خدتها كصبغه وفرزتها كبول بس مش عارفه تفرزها في الحالب، فهي متحوشه جوه الكليه. تمام وصلت دكتور. دكاتره انتوا، هكرر تاني، انتوا فاضيين؟ فاضيين. انا فاضي معك يا دكتور. طيب خليكم معي. طب دكتور أنا كيف أعرف أن المريض عنده ضمور كلى؟ لا دي بتتعرف بـ 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 بحاجات تانية كتير. يعني أنت عايزة تتسألي بالأشعة يعني؟ ليكم عادي. أنه حجم الكلى زي حبة الفول. أنا دلوقتي عامل شيرينج للسكرين كلها، حضراتكم معايا؟ شايفين دكتور؟ شايفين الصورة دي يا دكاترة؟ ده الهايدرونيفروز اللي احنا بنتكلم عليه. هحاول بس اعزل لكم الصورة لوحدها. ده كده الهايدرونيفروز يا دكاترة، تمام؟ الكلى الطبيعية اللي حضراتكم شايفينها، لو انا عندي obstruction يبدأ المسار اللي above يبدأ يتوسع
والكاليسيز نفسها تتوسع بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. الصوره اللي احنا شفناها في الاكس راي، الصوره اللي احنا شفناها في الاكس راي الحصوه بتاعتنا كانت محشوره في الحته دي. الحصوه كانت محشوره هنا، فحصل بالتبعيه ان كل الكيليسيز اللي وراها تمددت بالمنظر ده، وانت شايف الصبغه اللي ملياها. ما هي كده كده الكليه لسه شغاله، لسه ما عطلتش، فهي عماله تاخد الصبغه اللي في الدم وتفرزها في البول، بس البول نفسه محبوس مش عارف يعدي. فانت شايف الحته دي يا دكتور معايا؟ تمام دكتور. دي صوره تانية لعمليه الهايدرونيفروزس، بس اللي من الرفلكس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، اللي هو الارتجاع البولي، اللي هو رجع من تحت من اليورينري بلادر على كل المسار بتاع اليوريتر لغايه لما ضرب في الكيدني من فوق. تمام دكتور؟ مش حكينا انه بالطبيعي ما بيصير، اللي بيحصل تمدد في الـ في الـ في اليوريتر وتمدد في الكيليسيز بتاعتنا، وبالتبعيه التمدد ده يضغط على الكورتكس والميدله لغايه لما يحصل لهم اتروفي، والاتروفي ده اللي بيبطل او بيعطل الوظيفيه بتاعتهم، ما يشتغلوش تاني. ايوه طبعا. اللي بتكون الاوبستراكشن جنب البلادر صح ولا ما لهاش علاقه؟ لا لا، الهايدرونيفروز بتحصل في اي حته، يعني لو انا عندي الحصوه في الحته دي هيحصل هايدرونيفروز، لو حصل لي من تحت هيحصل برضو هايدرونيفروز. طيب ايش سبب الريفلكس؟ لما انا قلت لك بقى الريفلكس قد يكون بسبب اورام، او قد يكون بسبب ريبيتد انفكشنز او ريبيتد ستونز. ايوه. بياثر على وظيفه الكلى هنا بيصير جمهور؟ لو حصل ان النسيج الكلوي بدا يبقى كومبرست، بدا ينضغط، الضغط بيسبب الضمور، بيعمل بريشر اتروفي، حصل بريشر اتروفي وظيفه الكلى راحت. ايوه. طيب الصوره دي ايه اللي فيها مختلف؟ الكلى باينه فيها حالب هناك وهناك مش باين، مش واضحة كثير. على اليسار في كيدني ستونز كأنه، لا وعلى اليمين ديسست. دكتور هايدرو نفروزس؟ لا ده مش هايدرو نفروزس. ليه عرفت انه مش هايدرو نفروزس؟ لانك لو تتبعت اليوريتر وتتبعت الكيليسيز هتلاقي ان احجامهم طبيعية. تمام، ده مريض عنده كيس على الكلية، سيست حويصلة. الحويصلة دي لما ده الايرلي ستيج اللي خدت فيها الصبغه، الحويصله بقت مسبوغه. تمام، انما بقيه المسار البولي بتاعه كويس خالص زي الفل، مش حاجه. فانت طيب كده عرفت ان دي منفصله عن الجهاز البولي، دي مش ده مش هيدرونيفروز، ده عباره عن سيست في الكليه نفسها. تمام، وتاني برضو بقول لك انت مش مطلوب منك تشخيص في المرحله اللي انت فيها، انت مطلوب منك انك تدايركت المريض او تدايركت هو ايفر يروح لمين. انت شايف حاجه غلط في الحته دي، اه والله ده انت محتاج دكتور بتاع مسالك، انما تقولوش تشخيص، ما تقولوش انت عندك. تمام. طيب دكتور بس ارجع شوي على الصوره اللي قبل، هون في زي نقط سوداء، وين 110؟ ايوه هاي. ها على الصوره اللي باليسار فيها هي مساحه سوداء. دي الجازز اللي في الكولون، ده مكان الرايت كوليك فلكتشر، ده مكان التانية بتاعت الاسندنج والترانسفيرس كولون، ده كوليك فلكتشرز. كولونيك جازز يعني. طب هون دكتور كيف بدك تعرف انه هاي سوبرا رينال ولا لا، ولا تيومر ولا شيء؟ عاده السوبرا رينال بتبقى فوق خالص وناحيه الميد لاين يا دكتور. تمام، وما بتتسبغش. دي ايرلي ستيج عشان كده مسبوغ. طيب شايفين الهايدرونيفروزز انها عامله ازاي؟ شايفين يورينري بلادر من تحت، وشايفين التمدد اللي حاصل لغايه لما يحصل في الاخر ان الكيدني نفسها متوسعه بالمنظر ده. ممكن يكون عنده يورينري تنشن، ممكن يكون عنده احتباس بولي، يكون عنده حاجه في المجرى البول هو اللي مسبب ان البول محتبس ويحصل منه ريفلكس. انا ما عنديش الديفينيت كوز بتاع الكيس اللي قصادنا، على قد ما انا بحاول اعرض لحضراتكم الفايندنج اللي موجوده، اللي ممكن تشوفه واللي متماشي مع الاناتومي اللي احنا بنتكلم عليه، منظر اليورينري بلادر اللي داخل البلفس، المسار بتاع اليوريتر بتاعنا. باي ذا واي طبعا اما الحاله بتبقى باثولوجيكال المسار ممكن يبقى كينكي، يبقى متعرج، ما ياخدش الشكل الطبيعي، بس ديفينتلي انا عارف ان ده اليوريتر لغايه لما بوصل الكيليسيز من فوق. طيب دكاتره الصوره دي برضو
IVP intravenous pyelography أنا شايف جزء من الكيدنز من فوق وادي الرينال بالفس وادي شايف حتى من اليوريتر بس اليورينري بلادر دي مليانة على الآخر أنا طلبت المريض أنه يشرب ماء لغاية لما يتزنق في حمام البول بدل ما تبقى كورة بيضة كبيرة أنا شايف mass occupying lesion شايفين ده؟ في سوادة كبيرة كده بتحتل حيز من داخل النورمال بلادر النورمال بلادر الكورة البيضة اللي أنا شفتها في كل صورة السابقة لكن المريض ده عنده إيه؟ عنده بلادر تيومر عنده ورم في المثانة بتاعته فعشان كده أنا شايف space occupying lesion مخلي المنظر بتاع الكرة البيضة بتاعي مختلف مش المنظر الطبيعي اللي أنا شفته في صور قبل كده نفس الكلام برضو IVP ده منظر urinary bladder الفول filling bladder منظرها لونه الأبيض الكبير الدائرة اللي حضراتكم شايفينه ده منظر ureters بتاعتي renal pelvises الكيدنيز بتاعتنا كل اللي حضراتكم شايفينه باللون الأسود ده عبارة عن gases ده الـ بيسموه الفندق gas bubble عبارة عن يعني فقاعة هوائية موجودة في الاستمك بتاعتنا وده الكولون بتاعنا حتى أنا شايف جزء من الترانسفيرس كولون شايفين هاوستريشنز بتاع الترانسفيرس كولون وهي بتلف ده كده الترانسفيرس كولون دكاترة المحاضرة بتاعتنا خلصت أنا خدت من وقتكم حوالي 3 ساعات هوفلي يكونوا دمهم خفيف من حضراتكم عنده أي أسئلة أو أي استفسار يقدر يبعت لي في أي توقيت وأشوفكم في المحاضرات بتاعت الإمبريولوجي بإذن الله حد عنده أي سؤال؟ ايه دكتور ارجع بس سلايدين كمان الايه يا دكتوره ايه سلايدين على الصوره ايوه كمان هون دكتور شايف التيومر هون طب انا هون بروح اشيل البلادر تبعته يعني في الغالب البلادر كلها طيب. طب وين بنحط الحالب بعدين في الايرلي ستيجز بيعملوا له نيفروستومي بيركبوا الحالب على جدار البطن الامامي وبيركب له كيس من بره وبعد كده بيعملوا له ريكونستراكشن سيرجري يعملوا له جراحه تكميليه بياخدوا جزء من الامعاء الدقيقه بتاعته ويقلبوها بلادر حسب الحاله طبعا تمام لان لو في تيومر مثلا مالجننت او خبيث واضطروا يشيلوا حاجات كتيره من منطقه البلبس ممكن ما يقدروش يعملوا ريكونستراكشن سيرجري كويس لكن لو الورم كان صغير وهو شال البلادر بس واليوريثرا بتاعه المريض ما زالت موجوده والعضلات المتحكمه فيها شغاله ممكن يعمل الباوتش اللي قلت لك عليه من سمول انتستين ياخد جزء من امعائه الدقيقه ويقلبها ويحولها للمثانه تمام انما في الغالب ممكن يعيش بكيس بول خارج البطن وخلاص تمام يسلم يا دكتور اي اسئله تانية يا دكاتره اي استفسارات دكتور هلا بس بتاكد ان الفكره وصلتني صح انه هلا البلد بس يوصل الكدني بتوزع على الديفرنت سيجمنت لها صح بشكل متساوي لا معلش صوتك مش واضح قوي كرري سؤال تاني دكتور هلا بحكي لما يوصل للبلد وبيصير له فلتريشن بالكدني انه بتوزع السيجمنتات الكدني تمام ونفس الشيء بس نفس الشيء بصير بالرايت وباللف ماشي بس إن تمام هلا إيش إنه شو قص أنا القصة إنه جزء من الكدني بيشتغل أو إنه جزء ما بيشتغل مش واصلتني صراحة الفكرة يعني بشكل صحيح يعني بعد ما يوصل هو ده حصل في جسمنا كله أنا السكرين عندي عاملة شيرينج معاكوا برضو صح تمام بكرة عاملة عليك يا معي بصي يا دكتورة الصورة دي اللي أنا كنت بحاول أوصل بصي يا دكتورة ده منظر كابيلاري بد تمام عبارة عن ارتري من ناحية وفين من ناحية او ارتريول وفينيول
الكابيلاريز بتاعتنا في جسمنا كله، كل الشعيرات الدمويه بتاعتنا عليها حاجه اسمها بري كابيلاري سفنكترز. شايفه دي الحزمه الصغيره من العضلات الملساء دي موجوده على كل الكابيلاريز اللي في جسمنا. وظيفتها ايه؟ وظيفتها عمليه تنظيميه، بمعنى وعمليه تنظيميه دقيقه للغايه، ان انا هسمح لنقطه دم تعدي الناحيه دي بس هكون مسكر الناحيه اللي قصادها، وبعد ما نقطه الدم دي عدت هقوم مسكر هنا وفتح الناحيه الثانيه تعدي نقطه دم ثانيه. العملية التنظيمية اللي انت شايفاها دي موجود زيها في الكليتين بتوعنا، كويس؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان جوه نفس الكابيلاري بات، جوه نفس المنطقة بتاعت الشعيرات الدموية، انا واصل لي دم بس مش في كل الارجاء بتاعتها. ده اللي يسمح لي ان جزء من الكابيلاري بات بصفة مستمرة يمثل 25% من ال او بيمثل كام، 25% من توتال النسيج الكلوي، او اللي هو النص كليه اللي احنا اتفقنا عليها ان هي تبقى بيرفيوزد او وصل لها دم بصفه مستمره، ولكن مش كل الدم وصل لهم كلهم مع بعض، لان احنا اتفقنا ان كميه الاوعيه الدمويه اللي في جسمنا اكبر بكتير من كميه الدم اللي موجود. فانا لو وزعت ال 6 لتر في 6000 كيلو دول مش هلاقي فيهم حاجه اصلا، هيخلصوا. فالعمليه عمليه تنظيميه، انا بنظم تدفق الدموي جوه الكابيلاري باد ببساطه بان انا بسمح بمروره في اماكن وما بسمحش في اماكن اخرى بشكل تبادلي. ما فهمتنيش برضه؟ لا 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 فهمت، وصلت وصلت الفكره. طيب بصي يا دكتوره، هو انا ممكن انا اللي يكون المشكله عندي، انا اللي مش عارف اوصلها لك، بس في الاخر يعني اطلعي من الديلاما دي، ما تشغليش بالك بيها خالص. كل اللي تعرفيه في الموضوع ان احنا ممكن نعيش بنص كلية بس كده. تمام تمام. لا هو بشكل عام الفكرة يعني تقريبا وصلت مع الصورة، يعني الامور اصبحت واضحة شوي. طيب على خير ان شاء الله. حتى لو الواحد شال كلية برضو بعيد. الله، طب ما هو ده اللي بيحصل فعليا، والناس بتبرع بكليه لاي حد وبيفضل عايش، ايه المشكله؟ انا قصدي انه سواء اللي متبرع واللي مش متبرع الاثنين بيعيشوا، يعني بيستخدموا بس نص كليه. يعني مش هقدر اقول لك نص كليه ليه، لان النص كليه لما كانت بتريح مع 3 ارباع من النسيج الكلوي، يعني ايه؟ يعني زي احنا لو احنا افترضنا ان الكليتين بتوعنا 100%، النص كلية تساوي 25% من 100%، صح؟ أنا بشتغل 25% وبريح 75%، لكن لو أنا شلت كلية من الكليتين أنا هشتغل 50% وريح 50%، فبالتبعية عبء الشغل اللي علي زاد، فبالتبعية الكلية حجمها بيتضخم شوية عشان يقدر يحافظ على نفس الوظيفية بتاعته. أيوة أيوة تمام تمام دكتور، شكرا. طيب إيه تاني الدكتور؟ أنا مرة قرأت كتاب فيسيولوجي إنه I think like 40% 40% من الكدني بس تشتغل، وباقي الكدني بتكون يعني ما بعرف هي كانت ريلاكس أو ستوبت أو إنه هيك فانكشنالي، بس انه سين لايك ذات. هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله يا دكتور مع اختلاف النسب، تمام؟ والنسب دي مش هنقف عندها، يعني احنا بنتكلم على كونسبت، احنا بنتكلم على مبدا ان مش كل النسيج الكلوي يعمل في نفس التوقيت. احنا عندنا جزء من النسيج الكلويه مريحه في استراحه وجزء تاني بيعمل، ويرجعوا يتبادلوا الادوار. نفس اللي انت قريته في الفسيولوجي هو نفس اللي انا بقوله لك، ولكن اختلاف في النسب. هم شايفين ان في 40% بس اللي بتشتغل او مريحه، احنا شايفين ان لا اتس 25%. مش ده ال نقطه الخلاف خالص، ولا ده اللي هتتسائل فيه. انا مش هجيب لك في سؤال في الامتحان it was 20 we said that it was 25% and the other say it's 40%. خالص ده بس بوصل لك general concept. احنا مش شغالين بكليتنا. لو انا شغال بالكليتين 100% فول تايم، لو انا اتبرعت الواحد بكليه تاني يوم هموت، لان انا بقيت عايش بنص النسيج الكلوي بتاعي. احنا عندنا ريزيرف، عندنا انسجه فيها طاقه مختزنه في جسمنا احنا ما بنستغلهاش بشكل كامل، اوكي؟ في حاله ان الانسجه دي بدات تقل، بدات تضمر، بدا يحصل لها عطب، بيبدا جسمنا يستدعي الجزء المتبقي من الجزء اللي كان مريح ده.
وصلت دكتور الله يجزاك كل خير. انا هقول لكم على حاجه، هقول لكم على حاجه. المريض بتاع الفشل الكلوي يوم ما بيتفقس بتبقى كليتينه فشلت تماما. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا بارامترز معينه في الدم كده بنعرف بيها وظائف الكلى، حاجه اسمها سيرم يوريا وسيرم كريات. تمام؟ المريض اللي السيرم يوريا وسيرم كريات بتوعه بداوا يزيدوا، انت اوريدي ضربت له 75% من النسيج الكلوي بتاعه، وال 25% اللي فاضلين انت اوريدي بدات تاثر له عليهم، لانه لو كان عايش بال 25% دول فولي فانكشنال كانت النتيجه بتاعه فحص الدم بتاعه طلعت طبيعيه. كويس؟ عشان كده ده اللي انا بقوله لك، ان الانسجه الكلويه بتاعتنا لو بدات تظهر اكلينيكيا يبقى معنى كده ان خلاص انت وصلت في ليت ستيج اصلا، انت ما تعرفش تلقطها قبل كده غير بايزوتوب سكان. ايزوتوب سكان يعني ايه؟ يعني انك بتعمل مسح ذري على الكليتين، والمسح الذري ده بيقول لك وظائف الكلى شغاله ازاي بالظبط، وده مش حاجه بتتعمل للناس العاديه اللي ماشيه في الشارع. يعني انت ما تقدرش اي حد انت متشكك ان عنده مشكله تروح تعمله مسح ذري. خلاص يا دكتوره؟ اللي هي دكتوره قصدك الصبغه؟ لا يا دكتورة، لا 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 لا، المسح الذري ده حاجة more advanced عن الصبغ، هو نفس الكونسبت. تمام؟ أنا بحقن مادة نشطة إشعاعيا وبيتم تركيزها في الكليتين وبيتصور بكاميرا خاصة عشان يشوف الأبتيك بتاع الكيدني. يعني المسح الذري ما بيورينيش اليوريتر وما بيورينيش البلادر، ده بيوريني الرينال أبتيك من المادة الإشعاعية دي، ده اللي بيحدد لي بدقة وظائف الكلى بتاعتي. نفس الكونسبت بس القياس مختلف. واحد الاشعه بالصبغه بتجيب لي تشريحيا مع جزء وظيفي، طبعا اللي هو عمليه التركيز بتاع الصبغه وضخها بتجيب لي جزء تشريحي وجزء وظيفي. المسح الذري جزء وظيفي فقط، يصور الكليتين عشان يشوف الابتيك بتاعها ونشوف اذا كانت الكليتين شغالين كويس ولا مش كويس. حاجة تانية؟ طيب عموما إذا كترة ساعدنا بلقياكم، ويا رب تكون محاضرة خفيفة زي ما قلت لحضراتكم. اللي عنده أي سؤال أو استفسار يبعت لي على الإيميل وهرد عليه في أقرب وقت بإذن الله. يا رب المحاضرة يعني عملية الكونفيرجن من زوم تتم مظبوط وما فيش حاجة تبقى لاست منها، وونس موجودة هبعت اللينك بتاعتها لحمزة. المحاضرة دي مختلفة سنة صغيرة عن الموجودة على اليوتيوب، الريليشنز بتاعت اليوريتر مضافة عليها، التكست بتاع المحاضرة دي مختلف عن القديم برضو في حاجات بسيطة للغاية. التكست بتاع محاضرة النهاردة فيه كل المعلومات المطلوبة، إيفن حتى لو المحاضرة اللي على اليوتيوب ناقصة المعلومات كلها موجودة في المحاضرة نفسها الكتابية. ويعطيكم العافية زي ما انتم بتقول. السلام عليكم. الله يعافيك دكتور.